السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونون بخير. هذا حسام إبراهيم وياكم. حلقتنا اليوم تتحدث عن المواجهة المرتقبة ما بين المنتخب العراقي والمنتخب الإيراني. يعني احنا اليوم بدنا نتكلم عن ديربي آسيا. طبعا المباراة جدا مهمة للمنتخب الوطني العراقي، الفوز بيها معناه انت حصلت 4 نقاط من منافسين مرشحين للتأهل الى كأس العالم عن قارة آسيا، كذلك تعني انه انت وقفت المنتخب الإيراني من الوصول الى النقطة السادسة. باختصار يعني حرمته من 3 نقاط هو يطمح بيها. هل المنتخب العراقي قادر؟ طبعا قادرين، احنا منتخبنا بهذه الفترة معنوياته مرتفعة، وحرمان المنتخب الإيراني من 3 نقاط بأرضنا أمر وارد وأمر طبيعي، وهذا هو المنطق. ارفع معنوياتك، ادعم المنتخب، شبابنا قادرين، كل الشباب اليوم دا يلعبون من أجل المنتخب ومن أجل فرحة الشعب، وأنت بدورك اليوم لازم تدعم المنتخب ولازم تدعم المدرب واللاعبين. طبعا مواجهتنا مع المنتخب الإيراني بشكل عام هي مواجهة متقاربة، دربي آسيا دائما ما كان ينتهي مرة للعراق ومرة لإيران، ودائما النتائج تكون متقاربة، فرق هدف، تعادل، فهذا كله يدل على كبر المواجهة ما بين المنتخب العراقي والمنتخب الإيراني. هذا الكلاسيكو دائما تكون الندية حاضرة به، فبالرغم من وجود المحترفين الكبار بالمنتخب الإيراني بأندية عالمية بدوريات عالمية، لكن دائما شبابنا يظهرون أمام المنتخب الإيراني بمظهر مميز، لاعبين دائما بوقت الجد يظهرون معدنهم القوي، ولهذا تشوف المنتخب الإيراني دائما يحسب حساب كبير للمنتخب العراقي. يعني المنتخب الإيراني من يواجه العراق هذه المواجهة يعتبرها مواجهة قوية. باختصار المنتخب العراقي هو المنتخب العربي اللي دائما يحرج المنتخب الإيراني. طبعا أنا دا أتكلم ودا أستثني لكم المباراة الأخيرة اللي لعبها المنتخب العراقي أمام المنتخب الإيراني، لأنه المباراة الأخيرة واللي انتهت بفوز المنتخب الإيراني 1-0 على منتخبنا العراقي كانت مباراة عادية لا ترتقي أن تسمى ديربي آسيا. فالمنتخب الإيراني ظهر ضعيف والمنتخب العراقي كانت عنده نقاط ضعف واستغلها المنتخب الإيراني، فبالتالي هذه المواجهة كانت استثناء وتختلف عن المواجهات الأخرى اللي نشاهدها ما بين العراق وإيران. منتخبنا العراقي قبل مواجهة إيران لعب مع المنتخب الكوري وتعادل في أرض المنتخب الكوري، وهنا ارتفعت أسهم اللاعبين والمعنويات عند المنتخب العراقي ارتفعت، وحتى عند الجماهير احنا صرنا أكثر ثقة بلاعبينا مع المدرب أدفوكات. يمكن الشيء الوحيد اللي احنا هسه نفكر به هو الشق الهجومي واللي ما كان جيد باللعبة الأولى أمام كوريا الجنوبية، واللي بالتأكيد حيختلف باللعبة الثانية أمام إيران بسبب استعمال المدرب أدفوكات أوراق المتبقية واللي لم يستعملها أمام المنتخب الكوري. بينما إيران واجهت المنتخب السوري في ملعب أزادي، لكن الملعب كان من دون جماهير ومن دون فار. إيران فازت بهدف يتيم على المنتخب السوري وما ظهروا بذاك المظهر المخيف. يعني كانت المباراة ما بين المنتخب الإيراني والمنتخب السوري نوعا ما بيها ملل. هسه لو واحد إيراني يشوفني دا أحكي هيك يقول دا سقط بالمنتخب الإيراني، لكن هو هذا الواقع. المباراة كانت جدا مملة من الجانبين، الجانب السوري والجانب الإيراني. كانت مباراة اعتيادية ما بين المنتخب الإيراني اللي لعب بهداوة والمنتخب السوري اللي كان يقوده نزار محروس، واعتقد ما لعب بالطريقة الجيدة وهو اللي سلم المباراة للمنتخب الإيراني. كل هاي المعطيات اللي دا احكي لك بيها راح ارجع واقول لك مباراتنا مع المنتخب الإيراني ما راح تكون سهلة. المباراة ما راح تكون سهلة لا علينا ولا عليهم، لأنه هذه مباراة حاسمة، مباراة الفريقين يريدون يحصلون من خلالها 3 نقاط. نجي لمدربنا أدفوكات. أدفوكات إلى الآن ما كشف على كل أوراقه، خصوصا الشق الهجومي. أدفوكات إلى الآن ما استخدم مهند علي، وإلى الآن ما استخدم جاستن ميرام. حتى المباراة الأولى أعتقد أنه أسلوب لعب أدفوكات ما كان واضح، لأنه هو كان داخل أمام منتخب كوريا الجنوبية ودا يقاتل بأرض كوريا الجنوبية، فبالتأكيد الأداء راح يكون مختلف من يلعب أمام إيران في أرض العراق. فممكن أن تشوف أدفوكات بهذه المباراة يهاجم، ومن يهاجم قدام إيران الخطة كلها راح تختلف والأسلوب أيضا راح يكون مختلف. أما دراكان مدرب إيران كان حزنان على الأداء التعبان اللي ظهر به منتخب إيران أمام المنتخب السوري، لكن أيضا ما كشف على كل أوراقه. فالمباراة ما كان موجود بها سردار أزمون،
مهدي قائدي، كذلك استخدم ورقة كريم أنصاري بآخر الدقائق بالإضافة إلى مهدي ترابي. هاي الأوراق كلها احتفظ بها المدرب دراكان، فأيضا من المتوقع أن يكون أسلوبه مختلف عن الأسلوب اللي واجه به منتخب سوريا. دونت بعض الملاحظات من خلال مشاهدتي المباراة سوريا وإيران. هذه المباراة اللي شفت بيها أنه المنتخب الإيراني يمتاز بشكل جيد بالكرات العالية. المنتخب الإيراني ضربات الرأس عنده جدا قوية وقد تحرج دفاعات الخصوم، لكن بنفس الوقت قلوب الدفاع اللي موجودة عند المنتخب الوطني قلوب دفاع مميزة وقادرة على إيقاف كرات الرأس الإيرانية. لكل من أراد أن يحلم وأن يتواجد في بطولة كأس العالم القادمة، الكرة ملعوبة الآن عرضية عالية خطيرة بالرأس، لكنها مرت عاليا خليل زادة ترك وحيدا في هذه اللحظة. الشيء الثاني اللي لاحظته على المنتخب الإيراني سريع بنقل الكرات، سريع بقطع الكرات ومن ثم نقل الكرات، وفجأة تشوف المهاجم الإيراني عند دفاعات الخصم ويمكن يسبق دفاعات الخصم. فدفاعات الخصم لازم تكون دائما رافعة جهاز الإنذار ودائما تواجه هذه الكرات الإيرانية، لأنه الانطلاقات مالتهم سريعة ونقل الكرات تصير بشكل جدا سريع. مو بس هيجي، عندهم بطريقة نقل الكرات أكو المهاجمين اللي موجودين عندهم، مهدي طارمي. مو بس مهدي طارمي هو اللاعب اللي ممكن أن تشوفه عند المنتخب الإيراني أو سردار أزمون، مهدي طارمي واحد من اللاعبين الجيدين، لكن بمواجهة المنتخب السوري المنتخب السوري وقفه وياه مدافعين بشكل ملازمة شخصية للاعب، لكن لاعب مثل مهدي طارمي ممكن أنه بمباراة يهرب لك. أنا اللي لاحظته من مهدي طارمي هو طريقة استلامة للكرة، مجرد أن يستلم للكرة يخلي المدافعين بظهره يفتر، والمهاجم اللي يجي من وراء مهدي طارمي يحضر له تحضيره مميزه، وهذا المهاجم مهمته ان يسدد الكره على الهدف، وهذه الطريقه مالتهم جدا خطره، خصوصا بوجود المهاجم علي رضا جهم بخش. هذا اللاعب قدم اداء مميز بغياب سردار ازمون، يعني اللي كان يفكر انه منتخب ايران بس عندهم سردار وعندهم طارمي، لا، عندهم علي رضا جهم بخش لاعب فاينورد، لاعب مميز وانطلاقاته رائعة. مو بس انطلاقاته رائعة، وين ماكو فراغ تلقى بيه موجود هذا اللاعب يطلب الكرة. فعلى مدافعين منتخبنا أن ينتبهون إلى هذا اللاعب، لأنه لاعب جيد ومميز، لاعب عنده أسلوب حرفي رائع، لكن أعتقد أن مدافعين منتخبنا قادرين على إيقافه. طبعا اللي شاف الهدف اللي سجله اللاعب علي رضا جاهم باخش على المنتخب السوري يقول انه هو اجى هدف بسبب خلل الدفاع السوري. ابدا ما كان خلل الدفاع السوري، صحيح هي دخلت الكره بسبب انه الدفاع السوري طخت بيه ودخلت، لكن الهجمه كلها كانت ملعوبه بشكل صحيح. طارمي من تريد تلزمه لازم تخلي عليه لاعبين، واحد قدامه وواحد وراه، لانه هذه اللفه مات واستلامه للكره تسبب مصيبه، تسبب كوارث لدفاعات الخصوم. فقلوب الدفاع عندنا راح ياخذون بالهم من اللاعب طارمي، لانه لاعب تواجده وتمركزه جدا صحيح، اذا ما قدر يؤذيك وسجل عليك ممكن ان يصنع الفارق لزميله. لكن دفاعات المنتخب الايراني خصوصا قلوب الدفاع الاثنين الموجودين بالنص واللي هم خليل زاده اللي يلعب بنادي الريان بالاضافه الى حسين كناني اللي يلعب بالنادي الاهلي القطري، هذول أنا أعتقد أنهم ما متفاهمين بيناتهم، وبالتالي أي مهاجم سريع ممكن أنه يخطف من عندهم كرة ويكونون ثغرة أمام حارس مرماهم الكبير. صحيح أنهم عندهم حارس مرمى كبير، لكن قلوب الدفاع اللي أمامه أنا أشوف جودتهم قليلة، وممكن مهاجم سريع مثل مهند علي يخطف من عندهم كرة ويسدد ويسجل. طبعا هذا الشيء انفسح للمنتخب السوري، لكن عمر خريبين ما استغل الفرص بشكل صحيح، وبالتالي ما استفاد من الخلل اللي موجود عند قلوب الدفاع بالمنتخب الإيراني. كذلك المنتخب الإيراني ودفاعاته إذا صار عليهم ضغط من قبل المهاجمين راح يستسلمون للضغط. منتخب سوريا يمكن ضغط عليهم بهجمة أو هجمتين استخلص من عندهم كرتين، كان قريب المنتخب السوري من تسجيل هدف التقدم بالشوط الأول. حتى خط الوسط عند المنتخب الإيراني ممكن بسهولة أنه أنت تستخلص من عنده كرة وتسوي هجمة مرتدة عليه، لكن يحتاج المنتخب العراقي إلى لاعب سريع، يحتاج إلى أجنحة ممكن تخلص لك الهجمة، لأنه أنا بوجهة نظري مواجهتنا أمام المنتخب الإيراني الهجمات لازم نستغلها بصورة صحيحة، لأنه ممكن أنت من خلال هجمة واحدة تنهي المباراة. فبالتالي المدرب أدفوكات لازم يسوي شغل كبير على الخط الهجومي وشلون
راح يسجل منتخبنا عن أي طريقة، لأنه أنا أعتقد الخط الهجومي عند المنتخب العراقي بالمباراة الأولى كان بنوعا ما تلكؤ، وبالمباراة الثانية أعتقد إذا أشرك اللاعب جاستن ميرام وميمي راح يختلف عنده هواية أشياء، لأنه اللاعبين سريعين. أرجع وأقولكم المنتخبين إلى الآن ما كاشفين كل أوراقهم، لأنه المنتخب الإيراني أيضا عنده أوراق كبيرة ما استخدمهن المدرب دراكان. أما إحنا منتخبنا خلينا نقولكم إياها بشكل صريح، منتخبنا اليوم رايح لقطر وهي طبعا أرضنا بمعنويات مرتفعة. الدعم اللي حصله منكم أنتم كجمهور دعم جدا قوي. اليوم يمكن أن يتوقع المنتخب العراقي لأول مرة هالقد يحصل دعم، حتى أحيانا الأبواق اللي كانت تسولف ضد المنتخب العراقي بهذه الفترة أنا أشوفها ساكتة، والكل يتفق على أنه إحنا لازم ندعم المنتخب العراقي. بدينا بداية جيدة بالتعادل مع المنتخب الكوري وبأرضهم، تخيل إذا فزنا على المنتخب الإيراني صار عندنا 4 نقاط من خصمين إحنا نعتبرهم خصمين كبار، خصمين كنا نفكر هواية شلون نفوز عليهم وشلون نخطف من عندهم نقاط المباراة. تبس تخيل باكر أو اللعبة الجاية نفوز على المنتخب الإيراني، صدقوني إذا فزنا على المنتخب الإيراني أي منتخب يجي بطريقنا رح يكون العراق خصم صعب بالنسبة له ورح يحسبوننا 1000 حساب. فخطوة الفوز على المنتخب الإيراني رح ترعب كل خصومك اللي موجودين بالمجموعة وتزيد معنوياتك بالتأهل إلى كأس العالم. كأس العالم اللي صار لنا من 86 إلى يومنا هذا ننتظره، وكل 4 سنين ننتظره وما نفلح بالصعود إليه. اليوم بداية صعودك إلى كأس العالم كانت بتعادلك أمام كوريا وفوزك على المنتخب الإيراني. طبعاً أدفوكات رح يختلف الأسلوب مات. أدفوكات إذا كان يريد يفوز على المنتخب الإيراني رح يلعب بلعب مختلف عن لعبة كوريا. بلعبة كوريا أدفوكات كان واضح كان يريد نقطة، وشفنا أداء المنتخب العراقي من دا يلعب على التعادل. أنا أعتقد بالمباراة الجاية أمام المنتخب الإيراني رح نشوف أدفوكات يلعب على 3 نقاط والأسلوب كله رح يتغير. ممكن تشوف لاعبين جداد للمنتخب العراقي ويبرزون من خلال لعبة إيران. دائما لعبة إيران تخلي اللاعبين مالتنا تجيهم طاقة مضاعفة، وتخيل لاعب جديد ويبرز بلعبة إيران شلون أسهمه راح تصعد بالدوري العراقي وحتى على مستوى آسيا. فادعموا المنتخب الوطني العراقي، واللي يقولكم مهدي طارمي ما راح يلعب قلوا له جيبوا مهدي طارمي وسردار أزمون وكلهم حطوهم أمام دفاعات المنتخب العراقي، دفاعاتنا قادرة على إيقافهم. يلا هسه أريدك تروح على مواقع التواصل الاجتماعي وتساهم بدعم منتخبنا، ما بقت إلا أيام قليلة على مود نواجه المنتخب الإيراني وإن شاء الله قادرين على تحقيق نتيجة إيجابية أمام هذا المنتخب. هذا كل ما عندي بحلقة اليوم. ادعم القناة، ادعمها. مواجهتنا أمام إيران تستحق أن تدعمني أني وتدعم أي صاحب محتوى عراقي يدعم المنتخب العراقي. أشوفكم خير يا رب، مع السلامة.